ومحاولات الان لبسط حتى الميلان. هذا هجوم سريع، تسديده لكن ترتد الكره، ترتد الكره من جديد لكاكا. كاكا الكره داخل الشباك، كاكا او من كلات بالفعل، كاكا كاكا نادي الميلان. ومحاولة لمصلحة فريق الميلان، ميلان هو الأفضل والمسيطر، وقد نشاهد هدف ثاني، هجوم سريع للميلان وهدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة الميلان، الميلان يتقدم بهدفين والثاني عن طريق اللاعب فابالي. محاولات الآن لإيغور كوف، كاكا، رونالدو، 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 ويضع الكرة داخل الشباك رونالدو. اليسرى ناحية جالومباردو، جالومباردو يتقدم بالكرة، يتابع تقدمه جالومباردو الآن، جالومباردو تبادل الكرة يمتاز، والكرة داخل منطقة اليسار، جالومباردو يتمكن من